وقت ما جه بيتس موسيماني اصلا الاهلي، وانا عارف انه دايما بصفتك رمز كبير للنادي الاهلي، كان يؤخذ برايك طبيعي. انا كنت مشارك في يعني خد اتخذ رايي في بيتس موسيماني. وافقت عليه يعني كابتن محمود الخطيب سالني وتشاورت اتكلمت معاه وقلت له هو الاصلح في الفتره الحاليه. النادي الاهلي كان كسبان الدوري اما كان فايلر موجود وهو كمل في الاخر ماتشين ولا حاجه، بس كان النادي الاهلي كسب الدوري العام. وكان النادي الاهلي كل الشعار النادي الاهلي افريقيا اهلي صحيح، وكان باقي حوالي 3 اسابيع على مباريات السيمي فاينل مع الوداد صحيح. فكان لما تعرضت الاسماء طب انت هتجيب واحد ما يعرفش حاجه عن افريقيا؟ هو بيلعبك موسيماني بيلعب الاهلي كل سنه مرتين مع سان داونز، علاوه عم لعب فرق افريقيا كلها وبيلعب في الشامبيونز ليج صحيح. فاذا كان اذا كان الهدف النادي الاهلي البطوله التاسعه، ودي كانت حاجه كبيره جدا للنادي الاهلي كان بقاله مده كبيره ما كسبش من 2013 بالظبط، فكان هو الانسب. وانا قلت بصراحه لا اتنكر، انا قلت هو الانسب. والراجل لما جه يعني ما كدبش خبر وعمل شغل كويس في البطولتين وفي السوبر وكذا وكذا، لكن بان في الدوري بعض المشاكل. استمرت السنه اللي فاتت وخسرنا الدوري، وبعدين السنه دي برضو المشاكل زادت برضو في الدوري، بدليل النادي الاهلي تعثر من اول، واحنا لسه في اول 15 ماتش النادي الاهلي لعبهم ولا 14 ماتش، تعثر في ان هو في 4 مباريات خسر 9 نقط ما حددتش في السنه اللي قبلها ولا قبلها. فعشان كده طيب هل اخذ برايك وقت التجديد؟ التجديد لمين؟ لموسيماني؟ لا، هو وقت التجديد كان لازم النادي الاهلي يجدد. كان لازم الاهلي يجدد ليه؟ هو كسبان كان كسبان وقتها البطولتين. ده لسه ده التجديد ده لسه من شهرين ولا حاجه. كان كسبان البطولتين ولسه الدوري كان ما ظهرش، ما حصل المشاكل دي اللي حاصله في الدوري، فكان لازم الاهلي يجدد. برضه سياسيا مع الاداره برضه فيها سياسه. سياسه ايه؟ ان هو برضه الراجل كان ماشي كويس. في الدوري شويه بتاع، لكن ماشي افريقيا ماشي كويس، والدوري كنا لسه برضه في المركز الاول، احنا اول 9 مباريات ولا كام مباراه كان كسبان فيهم. هو ابتدى بعد كده تحصل تاثر في المباريات الاخيره، الخمس ست مباريات الاخيره في الدوري ابتدى تاثر في الفتره اللي هو ادى اجازات. ودي برضه النادي تحراها، سال وعرف بيدي اجازات كبيره، 7 بيدي 8 ايام في بعض الماتشات في بعض الاوقات، وبيدي مش عارف اسبوعين بعض الماتشات، مش ممكن ادي لعيبه اسبوعين. وبعدين لو اديت اسبوعين طب الباقيين يعملوا ايه؟ اللعيبه اللي ما بتلعبش الاساسيين يعني مع ناس، فطبعا عمليه مفيش حد بيدي ابدا اسبوعين ولا كلام من ده. وبعدين لو انت عايز تنزل بالحمل بنزل بالحمل، لكن اللعيبه تتمرن تحضر وتتمرن وتتعمل يعني التباين الاحمال. تباين الاحمال هو اللي بيدي البرفورمانس، البرفورمانس اللي هو الاداء. الاداء بيجي ازاي؟ بتتعمل احمال عاليه في لو اسابيع على مستوى الاسابيع، في اسبوع يبقى عالي جدا، في اسبوع يبقى منخفض، في اسبوع متوسط، في اسبوع عالي. الانتربشنز ديت اللي بتعمل ال استعاده البدن، هي بيسموها الايه؟ الاستشفاء ريكفري صحيح، دي اللي بتعمل ريكفري عالي وبعدين واطي، يبقى في ريكفري. حتى التدريب الواحد في ريكفري، بقى عامل سبرنت بتاع واستنى لعبتين ثلاثه لما يجي دوري ثاني حصل لي ريكفري اروح عامل ثاني. وده اللي بيعمل البرفورمانس ويعلي البرفورمانس بتاع اللعيب. فده بقى من ضمن الحاجات المهمه جدا، ان يبقى الناس اللي بتشتغل بدنيا هي بتشتغل مش لوحدها، بتشتغل من بطن المدير الفني. المدير الفني هو اللي بيخطط الاحمال دي اسبوعيا، وبيخططها من اسبوع يوميا، من اسبوع من يوم ليوم بيخطط الاحمال دي اللي من شانها انها تعمل ريكفري للعيب من المجهود اللي بيعمله، وتعمل زياده في البرفورمانس بتاعه بالتدريج بالتدريج. دي عمليه حساسه جدا، بس هي بيشتغلها بتاع اللياقه البدنيه من بطن المدرب، من تخطيط المدرب، هو اللي بيعمله اللي هو المدير الفني، هو اللي بيعمل والتاني بينفذ، يجيب التدريبات اللي تنفذ له الحاجات دي. انما ما سيبوش هو يشتغل لوحده صحيح من مخه كده يشتغل، لا صحيح. هو بيشتغل من دي. فدي برضو امور من الامور المعقده. طيب. شويه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، تصريحات بيتسو موسيماني بعد المباراه معظمها لا علاقه ب
اللي حصل ان الملعب مش ملعب محايد والجماهير واتكلم عن التحكيم والوقت الضايع وتفاصيل كثيره، بس انا هقف عند نقطه واتكلم مع حضرتك فيها. قال البعض يسالني عن التشكيل والخطه لاني خسرت، ولكنني اذكركم ان الاهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل، الجميع يعرف ان السوليه مصاب ولهذا لم ندفع به من البدايه. يعني بيقول ما حدش كلمني النهارده عن التشكيل والخطه، انا كسبت بيها الرجاء قبل كده. رأي حضرتك ايه؟ لا يعني اشوف اقول لك على حاجه، اما بتخسر اني هاو لازم المدرب يبقى مسؤول، له جزء من المسؤوليه ما يتنصلش منها. يعني هو عايز يقول ان الخساره من اللعيبه بس، ما هو قال بعد كده قال كره القدم تعتمد على تسجيل الاهداف، بيرسي تاو اهدر فرصه وكذلك محمد شريف. طب والجول اللي جه فينا والانتقال والنقل الوحش اللي في نص ملعبنا في اول اللعب ده، مين اللي عامله؟ مين اللي مخطط له؟ ما انا من الاول مخطط العب نص ساعه تلت ساعه في نص ملعبي بتتلعب من واحد للتاني من واحد للتاني، زي ما نكون مش عايزين نلعب منظرها، زي ما نكون مش عايزين نلعب. بدل ما انا اصدر الكره قدام واحط الفرقه اللي قدام اضغطها من قدام واصدر لها القلق واحسسها ان لا ده انا جاي اكسب، انما انا كده جاي يعني معانا ماشي الوقت بضيع وقت بالنقل ده وبتاع. فقعدت انقل لحد ما غلطت راح جاي اقول انتهت العمليه. صحيح. فهو يعني ما هو لازم هيلاقي مبرر، هو كمدرب هاجم مبرر، لكن عموما في كرة القدم مهما تجد مبرر فأنت مسؤول. زي ما شلت الشيلة الأولانية، هو حد قال لك حاجة؟ لا طبعا. أما كسبت؟ ما أنت لما كسبت حتى لو كان في غلط ما حدش قال لك. لا وأنت بالعكس، وأنت هو بيدين نفسه بالكلام ده. لأن هو حتى لو كان في حاجات غلط الناس خلاص مش هتقول لك في غلط، أنت كسبت. فانت خدت الكريدت كله. صح. لما يحصل خساره لا ما تنصلش بقى، قول دي اللعيبه وده ضيع جول وده جاي، يبقى اللعيبه هي اللي كسبت قبل كده. اللعيبه يبقى كان اللعيب اللي كسبت قبل كده مش انت. صحيح. وبعدين بيضيع لعيب ولا كذا موجوده في كره القدم، بس المساله مش الضيع ده بس، البرفورمانس الاداء الفريق الاداء ككل وحش مش جيد، مش مستحوذين، مش قادرين نمسك وننقل تحت ضغط، مش مفعلين اللعيبه بتاعتنا من الجناب واوفرات ومن هنا اوفرات وبتاع، مش كل ده مش شغال. فده كله ملوش علاقه بانك ضيعت فرص، هتعتمد على ان ضيعت فرصه في الاخر ولا اتنين. فهي يعني انا مش بقول كده، اللعيبه مسؤوله طبعا، اللعيبه مسؤولين، لها مسؤوليه، بس هو مش هيتنصل من المسؤوليه. طيب حضرتك لو هتقسم المسؤوليه النهارده بنسبه مئويه تدي مسؤوليه لبيتسو موسيماني قد ايه واللاعبين قد ايه؟ لا انا بدي مسؤوليه موسيماني مش عشان ماتش بس، انا بدي مسؤوليته الان، المسؤوليه ممتده من اول الموسم، متراكمه. صحيح. متراكمه في الدوري العام نتائج وحشه واداء وحش. صح. في افريقيا اول مره النادي الاهلي يخسر مرتين في الادوار الاولانيه ويتعادل مش عارف مرتين وكلام من هذا القبيل. كانش لازم يعمل كده، لدرجه النادي الاهلي اخر ماتش بيلعبه مع الهلال نفسه يكسب عشان يتاهل. كان ممكن لو خسر كان خرج. صح. في اخر ماتش. صحيح. كان النادي بيتاهل من بدري. فالمسيره نفسها من بدايه الموسم مش موفقه. مشيت في الدوري العام 6 ماتشات في الاول كسبتهم، لكن بعد كده ظهرت بعض الحاجات في نزول اللعيبه، النزول البدني بالنسبه للعيبه، في التعادلات اللي تمت، تشكيلات، تغييرات، في حاجات كتيره. طيب في نقطه مهمه جدا يا دكتور طه عايز اتكلم مع حضرتك فيها، وهي التغيير الكتير في طرق اللعب. يعني الاهلي الفترات اللي فاتت دي احنا شفناه بيلعب شويه 3-4-3، شفناه بيلعب 4-3-3، شفناه بيلعب مؤخرا 4-4-2 كتير، 4-2-3-1 عدت عليه برضو كتير في فترات متقاربه. هل ده حاجه صحيه وعاديه ممكن نسميها مرونه في طرق اللعب، ولا تغيير طرق اللعب ده ما ينفعش يحصل في مده قريبه كده، ممكن تعمل كل فتره تغيير في طريقه مثلا؟ لا طبعا، يعني التغيير الكتير مش كويس. يعني لما تيجي الفرق الاوروبيه مثلا ليفربول يلعب 4-3-3 على طول بالظبط، وتغير في الثلاثه ممكن اغير لعيبه منهم، بس ما غيرش يعني هندرسون تياجو الكانتارا بتاع ادخل بتاع ميلنر ادخل طلع ميلنر ادخل اسمه ايه الغيني كايتا ممكن، لكن ثلاثه ولا ممكن الثلاثه دول كمان ادوارهم تبقى مختلفه بالظبط، يعني ممكن تغير في الادوار بس مش في طريقه ريال مدريد نفس الشيء. صح. لكن انت بتلعب في مباريات لها لعيبه خاصه ممكن تعمل على اساسها. لما كان بيلعب مثلا 3-4-3 3-4-2-1 او 1-2 ايا كان، بس 3-4-3 دي كان بيعملها في اوقات لما كان عنده اكرم كان بيأديها بشكل كويس، يخيف فيه 3 بس هو يزيد. كان بيلعب حمدي فتحي واحد من ضمن الثلاثه. صحيح. ويستنى وكان بيعملها بشكل كويس. وكان لما ايمن اشرف بيلعب سردباك واكرم بيلعب وحمدي فتحي بيلعب،
فكان اكرم لما نهاجم بيبقى باك شمال ويدفع معلول قدام يبقى يشتغل انه جناح شمال. عملها دي في مباراه الترجي ومشيت فتره كبيره كويس, كويس. آه. وتصورنا ان دي الطريقه اللي هيكمل بيها بالظبط. بس ما تقدرش تلعب على طول. اللعيبه عندنا يعني انت بتغير كتير في اللعيبه, مش كلهم يقدروا يلعبوا بالطريقه دي. في لعيبه معينه اذا شلته ما تقدرش, حمدي فتحي لو شلته من حته نص الملعب ما تقدرش تعمل العمليه ديت. فعشان كده هو يعني التغيير الكتير, هو كان يميل دايما في المباريات المهمه نلعب بثلاثة في نص الملعب, ديانج وسوليه وحمدي فتحي, يميل انه يلعب الثلاثه دول في نص الملعب. هو النهارده طبعا ما كانش عنده سوليه موجود من البدايه, هو نزله في الاخر مضطر, لكن هو ما كانش سليم. فعشان كده لما لعب بثلاثة في نص الملعب لعب, اعتقد لعب معهم عبد القادر يمكن مع حمدي ومع ديانج, فبرضه دي اثرت شويه. وفي نفس الوقت لما بيلعب بثلاثه فبيحرم قفشه من اللي يلعب, اصل هو يعني يلعب لاي قفشه بيجيد لما تلعب 4-2-3-1 فبيبقى هو رقم 10. صحيح بالظبط. صحيح. الفكره في ايه؟ ان كل ما تشكيل الاهلي يتحط, يعني جينا الفورميشن بتاع الاهلي ما تبقاش عارف الخطه ايه بالظبط. احنا يعني, ما يعني مره في الاستوديو قعدنا نحذر ونفزر الاسماء دي نرتبها ازاي, وبعد كده لقينا ترتيبها مختلف عن اللي احنا فكرنا فيه. صح. وده مش عاده الفرق الكبيره, يعني زي ما حضرتك اديت امثله بالفرق الكبيره في اوروبا وفي العالم كله, انت عندك شخصيتك وعندك طريقتك اللي بتفرضها على اي منافس. بالظبط. يعني عندك مثلا انديه كبيره مثلا اياكس من الازل, بيلعب 4-3-3 وعنده الجناحين اللي كانوا بيلعبوا زمان لما كانوا بيلعبوا الجول, او يغير الفرق الصغيره بتطلع نفس الطريقه. صح. وهكذا. صح. اغير في اللعيبه بقى, يعني ممكن اغير في اللعيبه لكن السيستم نفسه هو اللي بلعب بيه عشان اللعيبه كمان بتحفظ. بالظبط. حضرتك مدرب كبير وعارف انه انت حتى في التمرين بتقول له مربعات معينه بيشتغل عليها, تخيل بقى انت كل مره بتقول له غير طريقتك, غير مكانك, وغير حاجه في تفاصيل كتير.